من ضمن الأسئلة، أنا بعد إزالة الدعامات الأنفي، بعد عملية إزالة الغضاريف الأنف والحاجز الأنفي، لا يزال معي نزيف الدم خفيف وبيقفل الأنف. عملت نظافة عند الدكتور ورجع الدم. كيف الحل مع انسداد الأنف الأيمن؟ طبيعي جدا في خلال ما بعد عملية إزالة الغضاريف والحاجز الأنفي بعدها بشهر إن يكون عندنا حالات من النزيف في الدم ويكون في بعض الدم الخفيف. وده اللي يهمني، إن حضرتك طمنتني لما قلت أو قلت يا أستاذ، مش عارف حسن ولا حسناء، أعتقد حسن، حسن، ان حضرتك الدم خفيف، فده معناه ان الدنيا تمام. حتى بعد ازاله الدعامات طبيعي ان بيبقى فيه قطرات او بيبقى فيه بعض الحاجات كده بالراحه بنبدا نعملها بهذا الشان، ولكن ده طبيعي. نتابع بس مع الدكتور والدنيا ان شاء الله هتكون بافضل حال. وطبيعي ان بعد هذه العمليه بيكون فيه كتير جدا جدا من هذه الاعراض، فلا داعي للفزع وربنا يكتب لك اللي فيه الخير باذن الله. لا تنسوا الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو لمتابعه كل جديد.